ساعه ما اقول الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده سجوس من كذا ومش عارفه، الله اكبر بسم الله. وبعدين بقى مش عارفه رايحين فين، خنزب قاعد شغال عليه، وانت قايله في اول حاجه الله اكبر. ابن القيم عامل 22 صفحه في ما بين كتاب الصلاه وكتاب الطهارة، حته 22 صفحه بالظبط. دوره انا عندي كتبه بميه الدهب في معنى كلمه الله اكبر والفاتحه فقط. مجرد ان انا اقول الله اكبر وهو في قلبي مش اكبر، استغفر الله، اقول الله اكبر وانا مش معظم الله عز وجل في قلبي ولا في افعالي ولا لوحدي ولا لما ابقى من غير امي وابويا وتقول لي صلي وانا لوحدي زي ما قالت اختكم اللي لابسه نبيتي. هي سرحانه دلوقتي حبيبي. معنى الله اكبر يعني الله معظم في قلبي، في وجود ابي او امي او المربي او الاستاذ او الشيخ او وعدم وجوده. زي ما علمه سيدنا سعد بن ابي وقاص ابن ابي وقال له ايه؟ الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظري. معنى الله اكبر يعني اكبر من شهواتك. معنى الله اكبر يعني اكبر من وساوس الشيطان. ده الصدق مع الله. هو فعلا الله اكبر في قلبك وعقلك ولا لا؟ هل فعلا كده؟ ما حدش يجاوب، وحد يجاوب. جاوبي عليه بقلبك، وانت الوحيده اللي تقدري تجاوبي على السؤال، انت الوحيده اللي تقدري تقولي. يا حاملة القرآن، يا أهل القرآن، أنت معظمة الله عز وجل في قلبك بمعنى الله أكبر ولا لا؟ أنا عظمك تعظمي الله ساعة ما أقول حي على الصلاة، حي منتهينا. الصحابة ما كانوا بيشتغل حداد بيعمل كده بالآلة بتاعته بالمطرقة، حي على الصلاة، فانت يرميها ورق يخاف يجيبها قدامنا تحسب عمل ألهاها عن الصلاة. اما يجي هارون الرشيد طالع في كل يوم قبل صلاه الفجر يسمع منادي قران وربي قران وربي قران وربي قران وربي. واحد ماشي كده من يصلي قبل يروح للمسجد وهو ماشي يقول كده قران وربي، افتقد صوت قال مات، قال نفعه القران. ده كان بيذكرنا بيقوموا قوموا حاجكوا مع القران. الله اكبر لما تيجي تساومي على دينك وعلى هويتك وعلى حجابك وعلى صلاتك تقولي الله اكبر جوه قلبي وجوه عقلي وجوه لساني وقراراتي. الله اكبر انك ما ترضيش ابدا الدنيه لا في دينك ولا في هويتك ابدا. المجموعه اللي حاضره المخيم دول انتم متميزات، احفظي عن نفسك كده، انتم مختلفين عن الناس، انتم مش زي الناس، انتم مطالب منكم من قبل الله عز وجل ومن قبل دعوه ربنا ودين ربنا والاسلام انك تكوني انت الاسلام. ده الصدق مع الله، تكوني انت الاسلام. يبقى ده الصدق، انا الاسلام في قولك في فعلك. اهلا انت كنت معايا في المخيم، سمتها طريقتها كلامها افعالها تقول هي مسلمه، دي صدقت مع الله.